الموضوع كان خلاص شبه يعني قريب، بس فيه حصل خلافات كده بسيطة، وساعتها يعني الموضوع كان التركيز كله ان انا ادي موسم كويس مع المقاولين، وانهي يعني انا كنت يعني حابب ان انا اعمل حاجة مع المقاولين، وده اللي احنا شغالين عليه السنة دي يعني من ساعة ما كابتن عماد جه مسك. فاحنا يعني مركزين قوي على ان احنا ناخد مركز كويس يعني لعبنا افريقيا. فبس فهي الفترة بتاعت الكورونا لما الدوري وقف حصل اتصال من أمير، أمير توفيق مدير كابتن التعاقدات، أمير، هو أول حد اتصل بيا، وبس من خلاله قعدنا نتكلم كذا مرة أنا وهو، وهو كان عارف رغبتي من أول يوم، يعني كان عارف إن أنا عايز أنضم للنادي الأهلي، وده اللي سهل الموضوع حتى في المقاولين، يعني لما عرفوا ان انا في رغبه وان انا حابب ان انا اكمل الموسم مع المقاولين والموسم الجاي ابدا مع النادي الاهلي، هم الحمد لله يعني سمعوا لي وما وقفوش في طريقي، ودي حاجه طبعا بشكرهم عليها يعني مهندس محمد عادل ومهندس محسن صلاح، يعني غير طبعا كابتن عماد وكابتن علاء وكابتن رامي، كل دول الناس يعني ساعدوني بشكل كبير جدا، بس طبعا يعني رئيس النادي وباشمهندس محمد عادل هم اللي يعني ساعدوني بشكل